السلام عليكم يا شباب، الأخبار؟ في الفيديو ده إن شاء الله هنشوف استخدام زيادة أو مختلف عن إزاي تخلي الكود بتاعك usable أو modular أكتر. ممكن تعتبرها تكملة للفيديو اللي فات عشان أحاول أوسع تفكيرك شوية في حتة إزاي تستغل الـ Composition API بشكل أفضل. تمام، دلوقتي انا جهزت لكم زي ما انتم شايفين كومبوننت كل وظيفته ان هو بيعمل كول لاي بي اي، بيجيب شويه بوستس حتى شكلها اهو، ده اللي بيحصل له رندر. دلوقتي في اي ابلكيشن طبيعي جدا انت انك بتحتاج تعمل كول لاي بي اي وبتاخد الداتا بتاعتها بتحطها في فاريبل عندك او في داتا خاصه بالفيو كومبوننت، وبتبدا تعمل له لوب عشان تعمل ديسبلاي. طبعا بيكون عندك كيسز زي اذا كان الاي بي اي بتكون لودنج دلوقتي او بتكون في عندها ايرور. في شويه كده لوجيك معروف ان كل كي بي اي كول لازم تعدل لها اللوجيك ده، اذا كان هي في اللودنج، اذا كان في الايرور، او حتى اذا كان الداتا جت مظبوطه بس محتاج تعمل فيها شويه حاجات او تبعت لها شويه حاجات. اللوجيك ده في الابلكيشنز الواقعيه بيكون كتير وفي نفس الوقت بيتكرر معاك. طب انت عايز تقلل شويه كتابه اللوجيك ده او عايز تخلي اسهل ويزبل معاك ما تقعدش كل شويه تكتبه. طيب دلوقتي احنا ممكن بمنتهى البساطه نعمل جافا سكريبت فايل نرمي فيه اللوجيك بتاع الاي بي اي بالهاندلنج بتاعه ونبدا نستعمله في الكومبوننت بتاعنا زي ما كتير جدا واحنا كلنا بنعمل الكلام ده عشان نقلل شويه من الموضوع ده. طيب بس برضه هيظل ان انت محتاج تهندل اللودنج والداتا جت ولا ما جتش ولا حصل فيها ايه او عايز تعمل فيها تشكيل، دي في برضه جزء من اللوجيك ده انت بتديه بايدك جوه الكومبوننت. طب الكومبوزيشن اي بي اي دلوقتي ممكن تقدم لنا حاجه او عن طريقها ممكن نعمل الموضوع ده بشكل افضل ويكون يعني منعزل تماما عن الكومبوننت بتاعنا وفي نفس الوقت نقدر نستعمله في كذا كومبوننت. طب ازاي؟ تعالوا بينا نروح للفولدر بتاع اليوزر اللي عملناه قبل كده ونعمل فايل هنسميه مثلا api.js. تمام، api.js دوت هنعمل فيه export ل function، export خليه default وال function هكتبها arrow function، وال function دي هتشيل اللوجيك ده كله، يعني كل ده خلينا ناخده cut ونحطه هنا، والريف طبعا هنعمل لها امبورت زي هناخد الامبورت اللي هناك على طول مش محتاجين نكتبه بايدينا تاني. وبما ان الفايل ده هيكون ريوزبل لكومبوننتس كتير او لكل ابلكيشن فمش محتاجين نسمي تسميه محدده، ممكن نسميها ريزلتس مثلا ريزلتس. محتاجين بقى نقول ان في ميثود كونست هنسمي ميثود اسمها كول ايكوال هيحصل جواها اللوجيك دوت بتاع الاي بي اي كول، وهنستقبل هنا اليو ار ال اللي احنا عايزين نعمل له كول اي بي اي و اوبشنز. تمام، الاوبشنز دي بقى عايز تحط ميثود، عايز تحط حاجه تانية، عايز تعمل جيت ميثود، بوست ميثود، او ايا كان الاوبشنز انت عايز تحطها للفيتش بتاعتك او ايا كانت بتستعمل ايه، بتستعمل اكسس او غيره، بس ده اللي قدامنا دلوقتي فبنتعامل على اللي قدامنا. فاليو ار ال هيكون اهو، ونخلي الاي بي اي ديت محطوطه هنا عشان نستخدمها بعدين، و كوما اوبشنز. تمام، والاوبشنز هنا هنحط لها ديفولت فاليو هتكون ميثود جت، ده الديفولت فاليو بتاع الاوبشنز. تمام، ان هي ميثود جيت بس، يعني لو انت ما بعتش اوبشنز هو ده اللي هيتحط. اعتقد مش محتاجين نعمل حاجه تانية، ممكن بقى نريتيرن الكلام ده كله الريزلتس واللودنج والايرورز، يعني ممكن نخليها نل باي ديفولت، و ايه تاني والكول اللي هو الميثود بتاعتنا. طيب احنا استفدنا ايه من اللي كان احنا كتبنا؟ استفدنا ان الريزلتس او التشكيل بتاع الريزلتس واللودنج والايرورز كل الحاجات دي بقت ممكن استعملها على مستوى الكومبوننتس كلها وتكون رياكتيف معايا. النقطه دي مهمه جدا لان في الطرق العاديه
اللي احنا كنا ممكن بنعملها في الطبيعي، ان احنا نحط الاي بي اي لوجيك كله في فايل بعدين نستخدمه. ده كان بيوفر لنا اللوجيك الكتير اللي بنكتبه الاي بي اي، لكن مش بيكون رياكتيف معايا لو مثلا في حاجه جت او لودنج بيحصل او حاجه زي كده. لازم كنت بعمل الكلام ده جوه الكومبوننت بتاعي، او كنت بستعمل الستيت مانجمنت ايا كان فيو اكس او غيره. بس هنا احنا بقينا نعمل كل حاجه في الفايل بتاعنا، مش محتاجين حاجه مميزه او حاجه خارجيه. يعني انت مش محتاج لا انك تكتب حاجه اضافيه في الكومبوننت بتاعك، ولا انك محتاج تستعمل حاجه خارجيه زي فيو اكس مثلا او اي ستيت مانجمنت عشان تهندل الموضوع بشكل افضل. انت مجرد هنا هنعمل ايه؟ هنقول امبورت، سوري، امبورت يوز اي بي اي، عشان احنا عاملينها اكسبورت ديفولت فروم ات سلاش يوز سلاش اي بي اي. ممكن هنا بقى نقول كونست اي بي اي، هنسميها اي بي اي بس كده. كل اللي احنا بقى محتاجين نعمله ايه دلوقتي؟ هنقول اي بي اي دوت كول، وهنعمل كول للاي بي اي ديت، و هنا نبدأ نسبريد الاي بي اي بتاعتنا بس. وبكده احنا بقى عندنا نفس الكلام ده كله، احنا بس محتاجين نغير هنا، بدل بوستس هتبقى ريزلت. ريزلتس احنا كاتبين هنا ريزلتس، دي اللي هتكون شايله الريزلتس بتاعتنا. لو عملنا سيف ورحنا وعملنا ريفريش نتاكد ان كل حاجه تمام، او بقى في لودنج، وبعدين البوست بتاعتنا ظهرت. انتوا شايفين الفرق الفظيع بين الكود في الاول والكود دلوقتي. دلوقتي انت مش محتاج تكتب اي حاجه حرفيا، مجرد بس ان انت بتعمل كل اي بي اي، والاي بي اي اصلا جواها شايله كل الحاجات اللي انت عايزها، شايله الريزلت اللي رجعت، شايله اللودنج، شايله الايرورز لو انت عايز تاخد الايرورز دي تعمل بيها حاجه. بس ده امبلمنتيشن بسيط جدا، وفر عليك كميه كود رهيبه. انت دلوقتي بقيت ممكن تاخد ده كوبي بيست في اي كومبوننت انت عايزه، وبقى عندك الريزلت دي شايله الريزلت بتاعتك اللي رجعت من الاي بي اي، وعندك اللودنج ستيت بيقول لك ترو او فولس كان هو لودنج ولا لا، وعندك كمان ايرورز ممكن تستعملها. وكمان يفضل، انا بفضل دوت، انك تبدا تعمل ديستراكشر للحاجات اللي انت عايز تستعملها عشان تكون واضحه قدام عينيك. يعني بقى عندك كول، وعندك لودنج، وعندك ريزلت بس. وهنا ممكن تعمل كول على طول، وممكن تعمل اللودنج والريزلتس تحطهم هنا، ونفس الكلام هيشتغل زي ما هو، مفيش اي مشاكل. او هنروح تاني ونعمل ريفرش، هتلاقي حصل لود، بعدين البوستس جت. ده كمان بيفيدك لو انت حابب الريزلتس دي لما ترجع تفلترها، تعمل فيها لوجيك زياده او كده. مش حابب تحط اللوجيك ده جوه الاي بي اي عشان حاجه كاستم للكومبوننت ده ممكن تعمله عادي، مفيش اي مشكله. بس انت واضح كده، يعني لو انا خدت ده كوبي كده عشان نقارن بين الشكل الاولاني والشكل الحالي، يعني اكيد يعني فرق فظيع بين ده وده. ده بقى يعني بدل ما انت بقى تكتب الكود ده كله في اي كومبوننت عشان خاطر تعمل اي بي اي كول بسيطه، لا انت بقى بتكتب الثلاث سطور دول، بتاخد اللي انت عايزه بتعمل له كول بترتنه بس، خلاص كده مش محتاج اي حاجه تانية. اعتقد يعني الكومبوزيشن اي بي اي فتحت لنا مجال كبير جدا ان احنا نوبتمايز الكود بتاعنا، وان احنا نقدر نكتب كود بشكل افضل واسهل ويوزابل اكتر. دي نقطه مهمه جدا، يوزابل اكتر. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.